لبى عدد من السفراء المعتمدين في لبنان والإعلاميين المحليين والأجانب دعوة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية إلى جولة ميدانية في مطار رفيق الحرير الدولي، ردا على ما ورد في صحيفة التلغراف البريطانية من ادعاءات. شارك في الجولة 17 سفيرا، أبرزهم سفراء الاتحاد الأوروبي وألمانيا ومصر والأردن، بالإضافة إلى ممثل عن الجمهورية الإيرانية والملحقة الإعلامية في السفارة الإيطالية وممثل عن السفارة الفرنسية. كان باستقبال وفد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية السياحة وليد نصار، الإعلام زياد مكاري، والخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب. جال الوفد على مختلف الأقسام في المطار، من مركزي الشحن الجوي واستيراد البضائع إلى سور المطار، واطلع المشاركون على الإجراءات الأمنية والجمركية المتبعة. هذا تشويه لسمعة مطار رفيق الحرير الدولي بيروت، وبالتالي عم نعمل دراسة قانونية مع رئاسة الحكومة اللبنانية حول الإجراءات القانونية اللازمة التي سوف نتخذها بحق تلك الجريمة، لما شكلته من ضرب معنوي ليس فقط للمطار بل لكل لبنان واللبنانية. مرافق الدولة اللبنانية من المرافق البحرية لمطارها الجوي هي مفتوحة لكل السفراء، أيضا لن نكتفي بتلك الزيارة، كل سفراء الدول جميعا، أي أحد يرغب بزيارة المطار بيتواصل مع المديرية العامة للطيران المدني جهاز أمن المطار، وسوف نقوم بترتيب زيارة ميدانية لكل السفراء. الأنباء سألت حمية عما إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقا داخليا حول ما نقلته الصحيفة، وأكد الأخير أن لا تحقيق داخلي، لأن الصحيفة لم تراجع المصادر الرسمية سواء الاتحاد الدولي للنقل أو Department of Trade البريطانية، وكان الأجدر بها اعتماد مصادر رسمية لا مجهولة بحسب ما قاله الوزير للأنباء. إلى ذلك تحدث وزير الإعلام والسياحة، حيث طالب وزير الإعلام زياد مكاري الإعلاميين بالتأكد من مصدر أي خبر، لأن الأخبار غير المستندة إلى حقيقة تؤثر سلبا على البلد. أما وزير السياحة فقال كلاما لافتا مطالبا عدم أخذه بمنحى سياسي. نطالب دولة الرئيس نجيب ميقاتي والحكومة وعلى رأسه وزير زميلي وزير النقل الدكتور علي حمية أنه نرجع نحط على طاولة البحث بالحكومة تشغيل مطار الإقلاعات. نحن بلبنان بحاجة لمطارين. كذلك كانت كلمات للسفير المصري وللقائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان، دعموا فيها جهود لبنان وتناولوا أهمية الحد من التوترات قدر الإمكان. لا أخفيكم القول على أنه أنا شخصيا وسادة السفراء لسنا مسؤولين عن التفتيش على مطار بيروت ولا البحث عن أشياء ممنوعة في مطار بيروت، إنما إحنا وجودنا في هذا المطار في الحقيقة الهدف منه هو رسالة دعم لهذه الدولة للبنان. في المحصلة تتخذ الحرب على لبنان أشكالا متعددة، وما صدر عن التلغراف وبعض الصحف المحلية يدرج في خانة الحرب النفسية، كلام موتور ومعيب وخطير يصدر عن جهات داخلية وخارجية لا تريد إلا الحرب والدمار.